مشاهدي قناة البغدادية من قلب سويسرا وبالتحديد من زيوريخ، اليوم نستضيف المصمم العراقي هادي العبودي الذي فاز بجائزة من رابطة التصميم الاتحاد السويسري سنة 2009، وهو أول مرة يفوز واحد بها عراقي في سنة 2009. وكما ترون أنا اليوم أتيت من جنيف إلى زيوريخ 3 ساعات بالقطار، وهي معروفة زيوريخ من أرقى المدن بالنسبة لمستوى المعيشي في العالم، ثالث مدينة بالعالم، وهي تعتبر من أرقى المدن، معروفة بالاقتصاد بالمؤسسات المالية، وكذلك أنه كما ترون في زيوريخ هي محتفظة بالمبنى القديم والحديث. هذه هي الأشياء اللي تتميز بها مدينة زيوريخ السويسرية المعروفة كمدينة أمينة، والمستوى المعيشي هو جدا راقي والحياة راقية جدا، الحياة بالوضع الاقتصادي الأمني، والناس هنا يتكلمون اللغة الألمانية، واللغة الرسمية هنا هي اللغة الألمانية، والديالكت هو السويس ألماني، وهذه الأشياء كلها تتميز بها زيوريخ اليوم الذي حنتعرف عليها مع مشوار ومع المصمم العراقي هادي العبودي. هادي العبودي ولد في مدينة الكوت سنة 1971 على ضفاف نهر الغراب في منطقة في محلة النصر سابق تسمى بالكريمية سابقا. أكملت دراستي المرحلية الابتدائية والمتوسطة في نفس المحلة، وبعدها انتقلت إلى إعدادية دجلة. هناك أكملت المرحلة الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى بغداد في معهد الفنون التطبيقية. أكملت دراستي في سنة 1989 إلى 1991 في معهد الفنون التطبيقية قسم التصميم. بعدها انتقلت إلى مدينة زوريخ وأكملت دراستي في كلية فارم أو فورم اللي هي مدرسة الشكل واللون، وحزت على جائزة 2009 كأحسن تصميم يهدف لخدمة تطوير المجتمع السويسري بالعمل التيبوغرافيا العربية. في مجال التصميم، بدايتي كانت هي بمعهد الفنون التطبيقية قسم التصميم سنة 1989. بعد تخرجي سنة 1991 انتقلت إلى الأردن، هناك اشتغلت في مجال المجتمع العدد الأول والثاني والثالث فيها، وبعدها إلى ليبيا هناك اشتغلت أيضا كمصمم، وبعدها كانت مرحلة الأخيرة اللي هي زوريخ، المحطة الأخيرة كانت زوريخ. وبها أكملت دراستي قسم التصميم أيضا في كلية الشكل واللون فاربوند فورم حسب ما يسموها، أيضا في قسم التصميم
هم حسب ما يسموه هم بالجرافيك والميديا ديزاين، واكملت 4 سنوات وفي نهاية الدراسة حصلت على جائزة الـ SWB اللي هي تعتبر في عمل التيبوغرافيا العربية، اللي هي SWB هي رابطة الأعمال الفنية سويسرية. رابطة الأعمال الفنية السويسرية اللي هي تعتبر مقياس التصميم في سويسرا وألمانيا، مقياس والمعيار الرئيسي للتصميم بسويسرا وألمانيا. من حول الجائزة على أساس أنه يعتبر العمل يهدف لخدمة تطوير المجتمع السويسري. بداية الحقيقية كانت بالفن التشكيلي، بدأت يعني كطفل في مرحلة الابتدائية بدأت بالرسم. كنت أستغل الأخوة الأكبر مني، كان أيضا كان يرسمون، فكنت أتعلم على يد أخوي الأكبر مني بسنتين، استفادت من المجال؟ لا أنا ما يشتغل بنفس المجال، في اختصاص ثاني. نعم، شو تعلمت من أخوك منك بسنتين؟ الأخ عباس تعلمت منه رسوماته، كنت أخذ رسوماته وأحاول أستنسخ مثل ما كان يرسم، أرسم هنا وأروح أقدمه للمعلم. وبيوم من الأيام إنه المعلم الأستاذ هذه بالابتدائية بالصف الثاني طلب مني إنه أكبر هذا العمل اللي راسماني. أنا مجرد مستنسخة استنساخ كنت من أخوي. كانت بالنسبة لي كل صعبة، حتى إنه هالمصطلح هذا إنه أكبرها، شنو تكبيرها ما أعرفها بالضبط، شلون يتكبر العمل ما أعرفه بالضبط. يعني حقيقة كان عندي إصرار من البداية إنه خلص لازم إنه يكون العمل مالتي، وإنه أعرف هاي شنو كلمة تكبير وشلون يكبر. واستمرت بالإعدادية والمتوسط أيضا، بديت دائما أرسم، طورت نفسي إلى مرحلة التصميم الرسم الزيتي. وبنفس الوقت كانت عندي هوايتي الموسيقى، كنت أعزف على الناي. وكانت أمنيتي بالبداية مو قسم التصميم، بعيد عن خيالي قسم التصميم حقيقة. كانت بدايتي انه اتمنى اروح لأكاديمية الفنون الجميلة واكمل اتعلم بها هناك او ادرس بها قسم الموسيقى. فكانت الصدفة انه حصلت على معهد فنون تطبيقية، وكانت يعني معهد فنون تطبيقية مجموعة اقسام من ضمنها قسم التصميم، فقدمت الى قسم التصميم وبدأت انطلاقتي الحقيقية هناك قسم التصميم في معهد فنون تطبيقية. طبعا تفتخر اكيد انه انت دخلت بهذا المجال، ما ندمان حاليا؟ نعم، انا جدا سعيد حقيقة. الخطوات اللي اتخذتها خلال يعني انه دخلت بالمجال التصميم وانه انت الان تعمل في هذا المجال، فهي كانت لك شيء يعني ايجابي. طبعا هي يعني الحقيقة يعني كانت مرحلة بداية، حتى الأسس اللي أخذناها هي أسس بداية لقسم التصميم. يعني مرحلة سنتين كانت مو كافية إنه يتخرج منها الإنسان كمصمم، ولكن نعم عدة أسس تصميم، وهي هاي اللي درسناها بالحقيقة معهد فنون تطبيقية، كانت أسس تصميم. مقارنة بالمرحلة اللي أكملتها هنا 4 سنوات في زوريخ، يعني حقيقة مرحلة لا تقارن في مناهجنا ودراساتنا، تختلف تماما من حيث الثقافة، من حيث سبل التعليم، من حيث انه هناك نتخرج حقيقة مو نتخرج كمصممين عمليين، ولكن نتخرج كفكر عندنا، نحمل فكرة التصميم كمثقفين مصممين. هنا يتخرج الإنسان حقيقة كآلة عامل، يخرج يعني يخلونا على مو أول طريق، وأنا ما تقريبا نحن في منتصف الطريق ونكمل. بمن من الفنانين العالمين قد تأثر المصمم العراقي هادي العبودي؟ من المصممين العالميين اللي تأثرت بهم المصمم السويسري الألماني يان تشيخولد. يعني أيضا كان أكثر أعماله هي بالخط أو التيبوغرافيا. قريت عنه يعني. طبعاً كان بالضبط. إيه خلال يعني أيضاً في مرحلة دراسية كان كل طالب مفروض منه إنه يأخذ مصمم ويسوى عن حياته عن الأعمال اللي قدمها، وكان من نصيبي إنه أختار المصمم يان تشيخولد.
وبدت انه حقيقه وجدت بيانشي خولد تشابه قريب من حياتنا ومشوارنا اللي مشينا من العراق الى سويسرا، لان هو ايضا يعني الحرب اللي هو من الحرب العالميه هرب من المانيا لجا الى سويسرا، وهنا بدا ابداعه وانتقل بعده الى انجلترا بعد انه اصبح شخص معروف او مصمم معروف، وهناك بدا احد دور النشر اللي هو البطريق يسموه، وبدا هناك انتاجات الاكثر معروفه، واللي نعرف به ايضا هنا بسويسرا اللي هو خط مميز اسمه الصابون، وهذا خط مميز جدا ما زال يسمى لحد الان، ووضع يعني هالخط هذا وضع فعلا اسس كثيره للتوبوغرافيا اللاتينيه. التيبوغرافية العربية للمصممين هو عنوان عملك، ولقد فزت بجائزة طبعا رابطة الأعمال الفنية السويسرية عام 2009 في زيوريخ السويسرية، وإن إحنا الآن متواجدين، فردت أعرف أكثر عن هذا الإنجاز، هل ممكن تطلعنا عن أعمالك؟ التيبوغرافية العربية هو موضوع عملي كان، وهو العمل مثل ما تفضلت إن الحاز على جائزة 2009 من رابطة الأعمال السويسرية. التيبوغرافية العربية هو كان أيضا مشروع الدبلوم اللي قدمته في نهاية دراستي في زيوريخ. التيبوغرافية يعني نظرا للتطورات اللي جاي تحصل الآن في السريعة والمشهودة، تتطلب يعني اصبحت المسافات بين البلدان صارت هواي اقصر بسبب التكنولوجيا الحديثه الحاليه، اصبحت الساحه الاعلاميه ساحه قريبه جدا من سواء للمصمم الاوروبي او المصمم العربي، اصبحت حاجه اكثر الى تصاميم ذات طابع عالمي، فتطلب من يمنا احنا كمصممين ايضا المشاركه في بهالإنجاز أو بناء جسور على الأقل بين ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، لغات ذات كتابات مختلفة، أشكال لحروف مختلفة، وصارت إنه صدفة خلال دراستي في زوريخ إنه نحصل على مشاريع نحتك بها، مشاريع حقيقية نحتك بها داخل المجتمع السويسري. فأكثر من مرة وقعت بإيدي أعمال لمصممين سويسريين تحوي يعني كتابات عربية، فشفت أنه بها مصمم متمكن نعم، لكن خلال تعامله بالتيبوغرافيا العربية أكو أخطاء كثيرة، فحاولت أنه يكون موضوعي هذا على الأقل، يعني هذا اللي شجعني على الموضوع. عندنا فرصة احنا بالدراسة فرصة 6 أشهر تقريبا نجي لبناء هالمشروع، خلال بحثي عن الموضوع هذا حصلت على بعض الكتب اللي طبعت بالعراق واللي طبعت في لبنان واللي طبعت في بلدان أخرى مثل مصر، لكن مع الأسف كلها تتحدث عن تاريخ الخط العربي، جمالية الخط العربي، يعني ندرة انه نلقى احد يتكلم عن التبوغرافيا العربية، التعامل بالتبوغرافيا، نعم تكلموا كثيرين على التبوغرافيا العربي، لكن كتعامل بالنسبة واحد لواحد كقواعد فقدت المكاتب مع الأسف، وحسيت نفسي أنه وقعت في مطب في هالفترة، أنه أقدر أخلي قواعد للمصمم الأوروبي يمشي عليها، فاضطريت في الفترة الأخيرة بعد ما عرضت كان في ذات المشروع أنه كانت فكرة نخلي كتاب، فقالوا لي انه هذا العمل اللي جاي تسويه هو مجازفه، اولا انت تخلي قواعد للمصمم الاوروبي والكتب المتوفره الان تتكلم بس على تاريخ الخط وجماليه الخط سواء الالمانيه والانجليزيه والعربيه، اللي تتكلم عن الخط العربي.
فاحنا مو بهالصدد، احنا بصدد تبوغرافي حديثه. التبوغرافيا الحديثه اللي المفروض توازي او تنافس التبوغرافيا اللاتينيه. فاضطريت انه اعتماد على الخط العربي، على جماليه الخط العربي، واعتمادا على اللاتينيه، التبوغرافيا اللاتينيه، انه احتفظ بجماليه الخط العربي، وبنفس الوقت يقدر المصمم الاوروبي التعامل بالتبوغرافيا العربيه، اقصد المسافه بين الاسطر، المسافه بين حرف وحرف، المسافه بين جمله وجمله، وكيف تكون هل التبوغرافيا العربيه الى جانب، لو كانت الى جانب واحد الى واحد الى جانب التبوغرافيا اللاتينيه. الفكرة الأخيرة أنه أخلي 16 نصيحة للمصمم الأوروبي عليها يقدر يعتمد المصمم الأوروبي بالتعامل بالتبوغرافيا العربية. انطيته نسبة نجاح 80% أنه ينجح بالعملية، ويقدر يستعمل خطوط عربية وتبوغرافيا عربية صحيحة بدون العودة إلى مصمم عربي. كيف اكتشفت هذه الفكرة؟ كيف بدأت عندك يعني البدايات، إذا ممكن تحدثنا عنها أكثر؟ الحقيقة هي من خلال دراستنا، اكتشفتها من خلال المشاريع اللي نحصل عليها كطلاب. كنا نحصل بعض الأحيان على مشاريع حقيقية أنه توضع للشارع، توضع للشارع حقيقة. في واحد من المشاريع اللي حصلنا عليه كطلاب، هو كان منظمة حماية النساء في سويسرا، في زوريخ. خلال بحثي على انه نقدم لهم كوربريت ديزاين كامل، ديزاين كامل، تصميم كامل. فاحتاجيت الى مواضيع تتكلم على لغات مختلفه، خطوط مختلفه، حتى انه اقدر اتعامل، لان هي المنظمه هي مو للسويسريات، وانما للمهاجرين اللي بصوره عامه الموجودين هنا في سويسرا. فمن ضمن المنشورات اللي عندهم هو منشور عربي، والمنشور العربي منشور المصمم اللي خالد المخلي، مصمم متمكن من حيث الطبقات اللي مستعملها، لكن من حيث التبوغرافيا العربيه كان تقريبا فاشل، حتى لو وقع هذا المنشور بيد طفل عربي، مو لغويا ولكن شكل فيزوال للعين، شكل منظوري قصد للعين. فهي هاي فاجأتني، وهي اللي شجعتني اكثر. الصورة اللي كانت يعني ضمن هذا المشروع، اي كنت اتمنى انه لو ممكن تشرحها. كانت الخط، نوع الخط اللي مستعمله هو خط ما يناسب نهائيا، ما يناسب الملصق المنشور، اضافة الى المساحات، كانت مساحات مو يعني مو منظمة بين الكلمات، لانه مجرد انه استنساخ ولصق. وحقيقة الآن مو مثل يعني سابقا، لما الخطاط أو الكاتب لما يكتب هو يستعملها نظريا، يبني مني خط، يتحسس المسافة، يمد الخط ويقصره ويتحسس المسافة بين سطر وسطر، وبين كلمة وكلمة، وبين حرف وحرف. الآن أصبح الكمبيوتر هو جاي يتحكم بيش، أنت جاي تكتبين، جاي يتحكم بيش، لكن يعني ككتابة تختلف عن كديزاين للتصميم. للتصميم لازم يكون كل شيء مرتب، لان هو التصميم هو ترتيب الاشياء. فضمنها التبوغرافيا لازم تكون مرتبه، لازم تكون لها قواعد. فمتى يمد الحرف، متى تكون الجمله الصغيره عن الجمله الكبيره، اكو الفراغات اللي تخلقها الجمل احيانا، اذا كانت كلمه من او كلمه ديمقراطيه مثلا، اختلافك للعين يكون بالشكل، لازم تكون المسافات تقريبا يعمل بها، يشتغل بها، لابد انه يشتغل بها. وهي قواعدها حقيقه ما لقيتها قواعدها. فحاولت يعني انه هاي ما تدرس، هاي ابداع يعتبر، انت شيء انت تكتشفه مع الزمن. هو يعني لابد ان تكون قواعد، هنا احنا ندرسها، هنا الخطب بالنسبه للاتينيه احنا درسناها دراسه. نعم. ايش قد المسافه، ايش قد جسمه، وشنو نوع الخط، وهذا الخط تاريخي او مو تاريخي، قديم حديث، متى وضع. يعني تدرس الخطوط بدقه، تدرس الاحجام بدقه، في نفس السطر احيانا تدرس الارقام، لابد ان تكون احجامها مختلفه عن احجام الكتابه. وهاي عندنا مع الاسف ما يعني
ما لقيت لها فد مصدر معين. دورت هواي وسألت ناس متخصصين هواي، لقيت من ضمن الكتب كتاب الأستاذ محمد سعيد صقار، كان في بدايات أيضا رجل تعامل حاول يطرق أو تطرق لها، لكن أيضا بعد التوبوغرافيا العربية الآن إحنا في 2011 إرادها أكثر بعد إرادها يعني هذه واجب المصممين. أنت يعني مثل ما كان إنه حاولت إنه وضع هالنصائح هذه أو قواعد أصبحت الحمد لله وشكر ونجحت وجربوها أيضا، وهي بنفس الوقت أيضا المشروع اللي وضع هو الوضع بالعربي والألماني، معناها إنه هالنصائح هذه هي المصمم العربي والمصمم الألماني أو المصمم اللاتيني بصورة عامة. السويسري يساعدك ان تعبر عن نفسك من خلال اعمالك التصميميه؟ عن نفسي كتعبير لا، لكن المصمم بصوره عامه كفنان او المصمم المناخ له تاثير كبير علي، سواء المناخ الاجتماعي او المناخ الطبيعي اللي هو الجو بصوره عامه. المناخ الاجتماعي حقيقه اثر علينا كثير، ثقافه غير ثقافه جناها عادات تقاليد غير عادات تقاليد، وهذه كلها لها انطباع حقيقة على التصميم. يعني ما ممكن تقديم هنا تصاميم بها طابع شرقي، لابد أن يكون لازم يكون تأثير المناخ كبير عليك، المناخ الاجتماعي هنا. نقدر نقول استفدت من هاي الغربة؟ طبعا استفدنا كثير، كل إنسان يخطو أي خطوة والخطوة تكون إيجابية لابد أنه يستفاد منها، فكيف تكون أنه خطوة ثقافية، خطوة دراسة، خطوة بلد آخر، خطوة مجتمع بكل تفاصيله يختلف عن مجتمعاتنا العربية، فإلى تأثير كبير. يعني حتى هنا أنا واحدة من الملصقات اللي القسوة تأثر؟ اي طبعا الغربة بحد ذاتها يعني لها تأثير كبير. بس يعني قصدي هل نقدر نتعلم من القسوة انه يصير شيء بالنسبة لحياتنا المهنية تكون إن هذا الشيء إيجابي، نستفيد من القسوة بالغربة؟ ممكن إذا سخرها المصمم، بس هي المشكلة هو التأثير النفسي مثل ما قلت بالبداية، التأثير النفسي على الفنان يخليه يبدع أكثر. أنا أشوف هالشكل، يعني دائما التأثير النفسي الضغط النفسي على الفنان يخليه يبدع أكثر، يصر أكثر إنه يبدع، يصر اكثر انه يميز نفسه، يصر اكثر انه ينطي ما اكثر من الاخرين اللي جاي ينطون من المصممين المقابلين له. واكو ملصق سويسري سوى شفته يعني عوده للمناخ وتاثيره على المصمم، واحد من المصممين قدم تصميم بصوره بقره على جبل، البقره قاعده وتنظر من الجبل على الوادي، فاستغل انه هالفرصه انه هالمناخ هذا السويسري الرائع انه يؤثر حتى على هاي البقره فيخليها تنتج انتاج جدا جيد بحيث تعطينا هذه الجبنه، وكان هي دعايه للجبن جبنه الالب. اي مشاريعك في مجال التصميم فنان هادي العبودي؟ بعد التوبوغرافيا العربية وبعد التخرج بالذات بديت بتأسيس مؤسسة بيت للتصميم في زوريخ، سميتها طبعا بالألماني التسمية كون هنا اللغة الألمانية في زوريخ العامة اسمها هاوس في جرافيك اون كوميونيكيشن ديزاين او كوميونيكاسيون ديزاين، وهي حاليا اللي ماخذ كل وقتي، عملي دائم بها من الصبح للعصر. المشاريع اللي موجوده بها حاليا هي مشاريع عمل عادي للزبائن اللي توصلني قصدي، اما مشاريع فنيه فحاليا تقريبا متوقف اي مشروع فني. الخطوه الاخيره اللي اريد اتاخذها او الخطوه القادمه العفو اللي داخلها هي انه
قدمت على ماجستير واتمنى انه تكون خطوه جيده هذه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله والدكتوراه ان شاء الله باذن الله. والله ان شاء الله نتمناها ايضا. اكثر شخص شجعك ان تلتحق بعالم التصميم، من هو اكثر شخص يعني تاثرت به، يمكن تاثرت بكلامه بنصائحه بملاحظاته وهو شجعك ان تلتحق بهذا عالم التصميم؟ الحقيقه هو اشخاص مو شخص، وكل مرحله لها شخص. المرحله الاولى كان اخوي عباس اللي هو يعني اكثر شخص تاثرت به واكثر شخص شجعني على المشوار. نعم. وبعدها تقريبا اصدقاء اللي من وصلت سويسرا، اصدقاء ايضا عندي هنا اللي شجعوني على هالقسم وعلى كمال دراستي في زوريخ. وبالتحديد يمكن اقدر زوجتي اللي كانت الحمد لله وقفت وقفه ممتازه كانت وياي وشجعتني وساندتني الى هاللحظه. يعني بالذات بعد دخولي بمشروع التوبوغرافيا العربيه التقيت بصديق هو اثناء العمل بالتوبوغرافيا العربيه اللي هو الكسندر مايا، صديق سويسري يشتغل بنفس المجال. يشتغل بنفس المجال وايضا دعمني كثير بمشروع التوبوغرافيا العربيه. الكسندر مايا نتمنى له والله اتمنى له من كل قلبي انسان كل السعاده والخير، انسان مبدع ان شاء الله يسمعنا ان شاء الله. واصدقاء ممتازين ايضا، اصدقاء عندي فنانين هنا في زوريخ. نعم. من ضمنهم واثق العامري كان دعمه ايضا ممتاز، افكار ممتازه عنده وتامه ناقشه مجال التصميم. لا واثق يشتغل ايضا من خريجي نفس الكليه اللي تخرجت من هنا في زوريخ. واثق العامري فنان ايضا معروف هنا له اسمه في زوريخ تقريبا بين اصدقائنا العراقيين. فنان تشكيلي؟ فنان تشكيلي نعم. موقف كان وهو أجمل موقف في حياتك، هل تذكره؟ هل ممكن تكلمنا عنه، تحدثنا للقناة البغدادية؟ والله المواقف كثيرة اللي صادفتنا بحياتنا، بس مو شرط أن تكون هي مواقف مضحكة، وأنا مواقف حلوة ما تنسي. نعم. يعني أعتبر موقف، يعني أذكر آخر موقف عندي هو الموقف اللي فزت به، يعني كانت مفاجأة لي. أجمل موقف أكيد جدا ما أنساه، يعني فشي رائع. وما كان على بالي أنه يعني اشتغلت بالمشروع هذا، ما كان على بالي منتظر جائزة نهائيا، وما كان على بالي نهائيا أنه راح يختار. وبالصدفة أستاذ فنان هادي فعلا تستحق هذه الجائزة بعد كل هذا التعب اللي تعبته. شكرا جزيلا. كل انسان يتعب يستحق انه نجاح ثمرة تعبه، بس حقيقه ما كنت منتظر انه ما تعبت من اجل انه حتى احصل على جائزه، بس تعبت لان حبيت المشروع واشتغلت به بالاخير، ولقيت انه لو لازم يكون هذا المشروع، لانه مشروع ايضا الدبلوم لازم يقدم، ومشروع بديت به والوقت بالنسبه لي يا اما النجاح يا اما انه ابقى ارسب هالموضوع واترك يصير عندي فعلا انكسار. لما خلصت يعني مرت ايام حياتي انه ثلاث ايام انا ما نايم، ثلاث ايام متواليه انا ما نايم، وجيت وانا مهلك يعني منتهي، انعرض العمل وبداوا يحكون عن الجائزه قدموا البيان وهذه وكانت المفاجاه انه يتكلمون كانما عن عمل ثاني، رادوا يفاجئوني حقيقه به. وكانت رئيس القسم تدري بالموضوع ورئيس الجامعه يعرف بالموضوع، بس كانوا يكلمون وياي ويتكلمون خط البيان بدا تقري مديره الجمعيه او الرابطه العفو. واخر شيء كنت متوقع انه شخص ثاني اللي راح يفوز به، وفاجئوني قالوا العمل كان العمل مباشره خلف الجمهور مرغوب، فقالوا لهم العمل اللي خلفكم هو عمل هادي العبودي هو اللي حاصل على الجائزه هذه، وبداوا يعطون الاسباب. يعني هاي فتره الاسباب كانما صرت بغيبوبه من قالوا على الجائزه. يعني شيء جدا جميل حتى ما اقدر اتكلم بها. من الصعب جدا انه الانسان يتكلم عن نفسه، خاصه انه في مجالك انت فنان مصمم، أصبحت الآن حتى في سويسرا وفي زيوريخ السويسرية إنسان معروف. أنا تعرفت عليك من خلال الموقع
سويسري، فأتوقع أنه الفنان كفنان مصمم عراقي ومعروف في زيوريخ السويسرية شيء فخر بالنسبة لعراقي وفخر بالنسبة للسويسري لما يشوف واحد أجنبي تعبان على نفسه بهذه الغربة يعني، وأنه هو تعبان مو ولا واكتشف وأن قام بعمل وبإنجاز وهو في زيوريخ، مو في يعني عمل مثلا اختراعه في بلده، في بلد الأم يعني. فشنو رأيك عن هذا الموضوع؟ والله أسعدني كثير يعني حقيقة، وأسعد كثيرين من أصدقائي ظل السويسريين، وأسعد الجامعة نفسيتها. إنه شو يقولوا لك للسويسريين يعني رد فعلهم؟ كانوا يعني بالذات رئيس الجامعة ورئيس رئيس القسم كانوا فخورين جدا إنه هذا العمل يعني يفتخرون، لأنه أني من غير لغة من غير ثقافة عراقي من حضارات يفتخرون كونهم يعني. طبعا أكيد إحنا عراقيين مميزين أيضا هنا بال يعني بالدراسات، عندنا ميزة نوعا ما. العراق معروف مسبقا مو حاليا ثقافات أي طبعا علم مالته طبعا، فكان لهم يعني فخورين لحد الآن يعني. بيوم من الأيام جت بعثة أيضا من مصر، رادوا يدرسون رادوا يعملون أيضا مشاريع في المدرسة نفسيتها في الكلية العفو، ودعوني إنه ألقي محاضرة لمدة 3 أيام، وهذا أسعدني جدا. وكانوا أيضا فخورين، حاولوا يقدموني، حاولوا يميزوني عن حتى بالعرض أثناء العرض يعني. أنا ما كانت لي علاقة بالعرض نهائيا، هم اللي عرضوا هم اللي اشتغلوا مع هذا، دخلوا اسمي وافتخروا بعملي، إنه أنا بيوم من الأيام هذه العبودي كان عندنا يدرس طالب حاصل على جائزة كذا كذا، مع العلم أنا ما لي علاقة معه. حسيت إنه فعلا جاي يفتخرون بهالموضوع. أنا بصراحة أفتخر إنه شاب عراقي أنجز وحصل على هذه الجائزة يعني، وإنه أنت شاب كلك طموح بعز شبابك، بعدك ما صار لك فترة طويلة بهذه الغربة. زيوريخ بصراحة هي مدينة من أكبر مدينة في سويسرا، وهي معروفة حتى مو بس بالاقتصاد، ولكن معروفة إنه الأجنبي مو سهل إنه يجي ويتأقلم بالأجواء السويس ألمانية، لأن السويس ألمانيين أصعب من السويس غامو اللي يعني المنطقة اللي جاي من عدها، اللي هي المدينة جنيف اللي تبعد عن زيوريخ 3 ساعات. 3 ساعات العقليات تتغير، الناس تتغير، الثقافة تتغير، كل شيء يتغير. فمو من السهل إنه واحد يعني أنا بصراحة اللي عايشة في جنيف ألاقي صعوبة كل ما أجي هنا إنه أتأقلم بأجواء السويس ألمانية، لأن اللغة تختلف. أنا ما أعرف هذه اللغة، صعب بالنسبة لي، صعب إنه أتكلم سويس ألمانية وأدرس ألماني قبل كل شيء وأتأقلم وأصبح يعني واحدة من هذا المجتمع. فردت أعرف رأيك عن هذا الموضوع. الله يعني هي الغربة بحد ذاتها شيء صعب، لكن الإنسان لازم يحاول يتخلص من هالثوب هذه ومن هالعذر هذا، ولازم يحاول يلقي نفسه، يلقى نفسه بموضوع معين، لازم يبدع، لازم يثبت للآخر. يعني انعكاف الإنسان داخل بيته بكون إنه بحجة إنه مادي ما أقدر، يا أما أنا أعتبره إنه يا أما كسل يا أما ضعف. الإنسان لازم هنا بالبلد لازم يتعلم لغة البلد، وإذا تعلم لغة البلد لازم يطي إنتاج لهالبلد، لأن هو هالبلد احتضن، خلاص احتضننا صرنا جزء منه، مثل ما عندنا بلد أم أصبح عندنا بلد أم ثاني، احتضننا وانطانا كثير، انطانا فتحنا أبواب كثيرة، فلازم نبدع بهالبلد، لازم ننتج بهالبلد. كم فترة زمنية تأخذ للشاب العراقي إنه يأخذ اللغة مثلا كمرحلة أولى؟ بيانا حسب احتكاكه بالمجتمع. اذا يعني كثيرين اللي يحاولون يتعلمون اللغه وهم ببيوتهم قاعدين، يروح مثلا يدخل كورس يتعلم لفتره شهر شهرين ويرجع ما يحتك نهائيا بالمجتمع، ما عنده صديق، ما عنده لقاءات، مجرد لقاءات. هي هاي الكارثه اللي جاي تصير حقيقه، مو بس بالجاليه العراقيه، انا كثير من الجواليات انه يحتكون بدائرتهم اي في محيطهم، بس في اصدقائهم اللي يتكلمون لغتهم، فيبقى هو 20 سنه تمر عليه وهو بعد ما متعلم. كثير من الأسباب يقولون إحنا راح نرجع بيوم من الأيام. نعم. أنت ارجع إيه أوكي، بس اللغة ثقافة. أنت لما ترجع عندك ترجع بعد 20 سنة على الأقل عندك حقيبة مليئة،
هل حقيبة هاي باللغة عندك؟ عندك ثقافة هالبلد؟ لازم الإنسان يتعلم هنا. وأنا شفت إنه فرصة كبيرة الواحد يتعلم هنا. والحمد لله والشكر تاحت الفرصة، والفرصة مفتوحة لكثير، وشبابنا العراقيين يعني أحس كثيرين اللي درسوا وحصلوا فرصة دراسة ممتازة واعتمدوا على نفسهم، تعلموا لغة، احتكوا بالمجتمع، زوجهم من المجتمع أيضا. ليش لا طبعا؟ أي أطفال وعايشين والحمد لله والشكر. هل أنت متندم إنه اختاريت زيوريخ ما اختاريت جنيف أو لوزان أو العاصمة بيرن؟ ما يخطر في بالي نهائيا. أبد. لا أبد. يعني اختاريت أكبر مدينة في سويسرا ما ندمان عليها. يعني هي مو اختيار، ممكن هي صدف من محض الصدف. نعم. يعني كل سفرنا مثل حقيقة يعني أقولها مثل كثيرين من العراقيين يعني يشعرون بشعورنا، كثيرين من العراقيين اللي سافروا هم ريشة في مهب ريح، ولا بدنا ترسب يوم من الأيام مكانه وتحمل كثير بطياتها هالريشة لما تحط. وأتمنى يعني من شبابنا إنه بالغربة إنه يحاولون يستفادون من وجودهم هنا، يعني على الأقل من نرجع لبلدنا، على الأقل هالجراح اللي ألمت في هالبلد هذا لابد إنه تعالج، وتعالج بأشياء في بلداننا، أقصد الأشياء الإيجابية اللي هي ما موجودة حاليا ببلداننا، اللي سبقونا بها كثيرين، اللي في حاجة إلها أهلنا اللي ما شافوها بداخل بلدنا، ربما حتى بالتلفزيون ما يشوفوها وهم بأمس الحاجة لها. نتمنى إنه يتعلموها ويزيدون بكل شيء إيجابي، كل شيء ممكن يقدم خدمة هنا أو البلدنا بالعراق. عن الفن ومجال التصميم، كيف تقضي أوقاتك؟ الأوقات هنا صعبة جدا قضاها صراحة، لأن الوقت هنا جدا قصير، أكثر الأوقات هي بالعمل، ووقت الفراغ اللي هو يكون السبت والأحد عندنا كعطلة الأسبوع نهاية الأسبوع، أكثر الأحيان على البايسيكل، أنا زوجتي نطلع البايسيكل، أو بعض الأصدقاء أحيانا يعني عندهم هواية صيد، وأنا عندي هواية صيد من الطفولة، صيد السمك خاص يعني. كم سمت صيدت من يوم ما جيت؟ هذه حوت قولي هذا صعب. يعني هذا السمك المسقوف اللي عند العراقيين أنت صدته؟ لا لا مستحيل، لا هذا نشتري، إحنا نشتري سمك ونروح نصيد سمك. بس مو أنت اللي صدت السمك؟ لا لا ما إحنا صدنا. يعني نصيد سمك احيانا، نصيد احيانا يعني بصعوبه، لان هنا صيد الاسماك له قوانين، لازم تكون عندك اجازه صيد. نعم. واذا ما عندك اجازه صيد فلازم تستعملين سناره صيد، بحيث هي مجرد سيم يسوونه ما في درهاك، اللي هو ما بي السلايت يعني اللي تكض السمكه حقيقه. بحيث السمكه انه ممكن تطلع من بس انت صدنا السمك؟ صدنا السمك طبعا. لا يعني مو بس بالحلم. لا لا مو بس بالحلم. لا لا صدنا سمك، نصيد سمك بس هالقد مو هالقدوده؟ لا لا مو لهالدرجه. تنأكلها ما تنأكلها؟ تنأكل. لا تنأكل. تنأكل طيبة؟ السمكه الصغيره احنا نضطر نرجعها يعني حسب قوانين. ترجعها؟ رجعها اي، السمكه الصغيره لازم ترجع للمي. اه اوكي. ايه. على بالي ترجعها للحكومه. لا لا للمي. اي هو هنا يعني قوانين عندهم هالشكل، يعني السمكه الصغيره لازم ترجع لها وزن، فلازم لازم نلتزم بهالقوانين. حصل لك موقف محرج او مضحك وانت تصيد سمك؟ فلهيك قاعد تضحك الان، يمكن تذكرت الموقف. اي رحنا نصيد سمك بمكان يعني جدا سياحي يعرفونه شخص. ويا واثق؟ لا لا مو ويا واثق، ويا صديق اسمه علي الموسوي، يلقب بعلي الموسوي هو. وصديق من زمان التقيت به بسويسرا طبعا هنا، ودائما يعني اروح يعني خاصه اوقات الصيف. بس لا غرقته لا لا يا ريت غرقني. يعني كان المفروض نصيد سمك، والسمك هنا متوفر طبعا بالمحلات، لكن متعه الصيد حلوه يعني. لكن رحنا واحنا ما عندنا جهاز صيد اثنين، ولقينا قدامنا انه هذا هنا بهذا النهر ممنوع الصيد، والغرامه عليه 600 فرنك سويسري. ما رجعنا لا سمك ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون.
فقلنا حمدنا الله وشكرنا على هالحادثة. يلا خيرها بغيرها إن شاء الله. خيرها بغيرها. يعني هذه هوايات اللي أحبها، أنا صيد السمك من زمان والبايسكل دائما. أنا العصفورة قالت لي أكو شيء ثاني. وهو إنه تعرف الآلة الجيتار. جيتار هواية أتمنى أتعلمها، لكن مو عازف جيتار، وإنما زوجت عندها جيتار من طفولة تعزف جيتار. وعندنا جيتارين بالبيت، فبقت فراغي احيانا من يكون فعلا عندي واهس احاول اتعلم من يمها واعلم نفسي ايضا. واتصور عندك بالفن التشكيلي هم بعض الشيء اكو يعني تحب اكو شيء تحب قريب عليك؟ الفن يعني التشكيلي هو رسم، رسم دائما استعمل يعني احيانا ترسم وجوه، ترسم جمال مناظر طبيعيه او لا؟ احيانا اكثر الاحيان رسوم احس بها بداخلي، احاول اطلعها رسوم ما لها علاقه، يعني توقفين تقولين هاي الورده جابه على الاذان، هذا اللون جابه على البنفسجي، يعني احس بها بداخلي واحاول انه تعبيري من داخلي حقيقه، انه اعبر بداخلي. مرات احيانا احلام اشوفها بداخلي اتحلم بها واحاول اخليها على ورق. هذه العبوده بعيدا عن الفن ومجال التصميم، كيف تقضي اوقاتك؟ الاوقات هنا أنا صعبه جدا قضاها صراحه، لان الوقت هنا جدا قصير، اكثر الاوقات هي بالعمل، ووقت الفراغ اللي هو يكون السبت والاحد عندنا كعطله الاسبوع نهايه الاسبوع، اكثر الاحيان على البايسكل، انا زوجتي نطلع على البايسكل، او بعض الاصدقاء احيانا عندهم هوايه صيد، وانا عندي هوايه صيد من الطفوله، صيد السمك خاص يعني. كم سمت صيدت من يوم ما جيت؟ هذه حوت قولي. هذا صعب يعني، هذا السمك المسقوف اللي عند العراقيين انت صدته؟ لا لا مستحيل، لا هذا نشتري، احنا نشتري سمك ونروح نصيد سمك. بس مو انت اللي صدته السمك؟ لا لا ما احنا صدنا، يعني نصيد سمك احيانا، نصيد احيانا يعني بصعوبه، لان هنا أنا صيد الاسماك لقوانين، لازم تكون عندك اجازه صيد. نعم. واذا ما عندك اجازه صيد فلازم تستعملين سناره صيد، بحيث هي مجرد سيم يسوونه ما بي فيدر هاك، اللي هو ما بي السلايت يعني اللي تكض السمكه حقيقه، بحيث السمكه انه ممكن تطلع من بس انت صدت السمك؟ صدنا السمك طبعا. لا يعني. يعني مو بس بالحلم؟ لا لا مو بس بالحلم. لا لا صدنا سمك، نصيد سمك بس. بس هالقد مو هالقدوده؟ لا لا مو لهالدرجه. تنأكل ولا ما تنأكل؟ تنأكل. لا تنأكل. طيبة؟ السمكه الصغيره احنا نضطر نرجعها يعني حسب قوانين. ترجعها؟ رجعها هي السمكه الصغيره لازم ترجع للمي. اه اوكي. ايه. عبالي ترجعها للحكومه. لا لا للمي. اي هو هنا يعني قوانين عندهم هالشكل، يعني السمكه الصغيره لازم ترجع لها وزن، فلازم نلتزم بهالقوانين. حصل لك موقف محرج او مضحك وانت تصيد سمك؟ فلهيك قاعد تضحك الان، يمكن تذكرت الموقف. اي رحنا مره، رحنا نصيد سمك مكان يعني جدا سياحي يعرفونه شخص. ويا واثق؟ لا لا مو ويا واثق، ويا صديق اسمه علي الموسوي، يلقب بعلي الموسوي هو. وصديق من زمان التقيت به بسويسرا طبعا هنا، ودائما انا اروح يعني خاصه اوقات الصيف اروح. بس لا غرقته لا لا يا ريت غرقني. يعني كان المفروض نصيد سمك، والسمك هنا متوفر طبعا بالمحلات، لكن متعه الصيد حلوه يعني. لكن رحنا واحنا ما عندنا جهاز صيد اثنين، ولقينا قدامنا انه هذا هنا بهذا النهر ممنوع الصيد، والغرامه عليه 600 فرنك سويسري. رجعنا لا سمك ولا هم يحزنون. فقلنا حمدنا الله وشكرنا على هالحادثه. يلا خيرها بغيرها ان شاء الله. خيرها بغيرها. يعني هذه هوايات اللي احبها، انا صيد السمك من زمان والبايسكل دائما. انا العصفوره قالت لي اكو شيء ثاني. وهو انه تعرف الآلة الجيتار. جيتار هوايه اتمنى اتعلمها، لكن مو عازف جيتار، وانما زوجتي عندها جيتار من طفولة تعزف جيتار، وعندنا جيتارين بالبيت، فبقت فراغي احيانا من يكون فعلا عندي واهس احاول اتعلم من يمها واعلم نفسي ايضا. واتصور عندك بالفن التشكيلي هم
بعض الشيء اكو يعني تحب اكو شيء تحب قريب عليك. الفن يعني الشكلي هو رسم، رسم دائما استعمل يعني احيانا ترسم وجوه، ترسم جمال مناظر طبيعيه او لا؟ احيانا اكثر الاحيان رسوم احس بها بداخلي، احاول اطلعها رسوم ما لها علاقه، يعني توقفين تقولين هاي الورده جابه على الاذان، هذا اللون جابه على البنفسجي، يعني احس بها بداخلي واحاول انه تعبيريه لكن من داخلي حقيقه انه اعبرها لداخلي. مرات احيانا احلام اشوفها بداخلي اتحلم بها واحاول اخليها على ورق. خطك حلو بالعربي تحب؟ خطي زي ممتاز بالعربي. تكتب شعر؟ الشعر شيء ممتاز والله، يعني خواطر اشياء يعني مو شعر، مو شاعر، لكن كل انسان، كل انسان اعتقد عنده هاي الرغبه بانه يكتب شعر. كل انسان عنده احيانا خاطر بباله يحاول يخليها على ورق. وكانت فتره من الفترات ايام الاعداديه كنت اكتب كثير يعني، اما الان احب اقرا بس، احب اسمع. هل انت معروف كانسان هادئ ورومانسي وتفكر اكثر من تتكلم، رغم انه انت معروف يعني من الشخصيات اللي انا احسها كلش اجتماعي، تحب الناس وتحب الجاليه العراقيه تختلط بيها وعندك اصدقاء، ومثلا بالويكند يعني يوم السبت الاحد تلتقون، اكو اجواء هاي الحلوه بيناتكم، فشنو انت وين تشوف نفسك الاكثر؟ تشوف نفسك انه انت عايش العالم مالتك العزله، ولا تشوف نفسك انه انت لا الانسان الاجتماعي اللي تحب تختلط بالناس وتعرف واحد عن الثاني؟ وسمعت حتى تذكر اسامي يعني ناس، شخصيات عايشه وياك او عاشت قصص وياك، عاشت مواقف انسانيه وياك، عاشت المجال التصميمي وياك، وانت تاثرت بمجالهم، تاثرت باقوالهم، تاثرت بنصائحهم، تاثرت بطيبتهم وانسانيتهم، فشنو رايك؟ والله العزلة يعني تشوف نفسك بالعزلة؟ العزلة عدو بالنسبة لي. الحمد لله. العزلة عدو، والصديق أحس بي سلاحي يعني، يعني إنسان بدون صديق أحس بي إنسان معقد. عندك كثير من الأصدقاء؟ عندي كثير الحمد لله وشكرية. لا تختار أصدقائك لكن؟ إيه لا بد إنه يكون هو كل دائما تحس يعني أكو صديق مقرب تماما، واكو ثلاثة وأكو يمكن مجاملات أكثر، يعني ناس تستشيرهم قضايا خاصة هنا، يعني العلاقات تختلف تماما عن علاقاتنا بالعراق. صحيح. اللي هناك بالسوق عندك ناس تلتقين بهم، السلام دائما، عليكم السلام. هنا أكثر مجاملات من العراق؟ لا مجاملات هنا لا موجودة بالأكثر بالمجتمعات اللي أدنى بالعكس الشرقية. مجتمعات شرقية يعني هنا المجاملة هنا الناس ما تحب يمكن المجاملات لا. دغري هم دايركت إيه بالضبط يعني حسب الساعة والوقت. لا إيه طبعا يعني أنا أشتغل مثلا من الصبح أبدأ عمل الساعة 9 للعشرة، نعم ما أفقد المجاملة كوني جيت من هالمجتمع، يعني يجيني مثلا الساعة ثنتين يعني يجيني صديق للمكتب مالتي عاجبه يشرب قهوة يمي، يعني ما أقدر أقول له أنه أنا عندي شغل الآن تفضل شوف غير مكان غيري، أهلين لازم أرحب، أهلين وسهلين استريح تفضل، وأصب له الشاي وأصب له القهوة إذا عاجبه القهوة قهوة تركية، ومرور الوقت يفتهم هو حد يعرف أنه أنا عندي شغل لازم يتركني في حال سبيلي، عندنا ساعة ورا الساعة 6 حبيجي بيت مفتوح عليه. الخمس سنوات القادمة شيء تحلم أنه تحققه وعندك رغبة أنه تحققه، بس يمكن ما عندك الإمكانيات إذا كانت على سبيل المادة الكونتاكت الناس اللي لازم اللي ممكن يساعدوك بمجال التصميم، العلاقات، المادة، الحكومات أنه تساعدك من أجل تحقيق مشاريعك التصميمية من الخمس عشر سنوات القادمة؟ حقيقة المستقبل هو عندي حلم دائما يراودني انه
أقدم للعراق التصميم، والتصميم يكون حقا لكل العراقيين. أتمنى شعاراتنا الرسمية مثل ما هنا، أتمنى بيوم العناصر اللي الرموز الشارع، رموز المرور مثلا، شعارات الإشارات اللي تخص بالمرور، أتمنى أنه تتاح للفرصة بيوم من الأيام أنه مطار بغداد علاماته، شعاراته، توجيهات، رسالة توجيهية للمسافر تكون عن طريق تصميمي. وحلم اللي دائما يراودني هو أنه أخلي تصميم للعملة العراقية. يا رب إن شاء الله. ماذا يحب يقول المصمم العراقي هادي العبودي لقناة البغدادية وكل من يتابعها؟ لا، قناة البغدادية شكري الخاص من كل قلبي حقيقة، أشكرهم على البرنامج هذا الرائع، برنامج مشوار اللي سلط الأضواء على كثير من الشباب اللي يستحقون تسليط الضوء عليهم بعد أن اندارت الأضواء عنهم أو أخفتت الأضواء عنهم في بلدانهم، في بلدنا العراق خلينا نقول، لأن بلدنا العراق مر بظروف فاضطرت كثير من الشباب انه وشابات انه يغادرون هالبلد هذا العزيز الى بلدان اخرى، ومن ضمنها بلدان اوروبا. لا، نحن في اوروبا، تسلط الاضواء علينا في اوروبا وتخفت اضواءنا في بلداننا. نتمنى من قنواتنا الاخرى ان تحذو حذو قناه البغداديه، والشكر جزيل الشكر لقناه البغداديه، والف تحيه لمشاهدي قناه البغداديه، واتمنى ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر قريب مشاهدينا بقناة البغدادية وقناة البغدادية وبيك حنان. أيضا أشكرك أنا كثير على قدومك من جنيف إلى زوريخ، كان مشوار طويل حقيقة، أنه أتمنى أرد لكم هالجميل هذا في يوم ما. شكرا جزيلا فنان هادي العبودي.